هتروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي عشان نعرف منه كل التفاصيل بشكل اوضح واكبر بخصوص مران النادي الاهلي اليوم استعدادا لمباراه الاسماعيلي هذه المباراه المرتقبه. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا امير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله يسلمك يا فاروق، تحياتنا ليك، وعايزين طبعا نعرف كل الجديد اللي بيتعلق بكواليس مران اليوم بالنسبه للنادي الاهلي. خلينا امير يعني الاول نستعرض موقف المصابين في النادي الاهلي. يعني من جديد مستشفى النادي الاهلي بتفتح ابوابها من جديد. بلاش كلمه مستشفى دي يا فاروق بعد اذنك، النادي الاهلي ده نادي كبير، نادي اجتماعي رياضي كلام من ده. اللي بيطلع مصطلح مستشفى ده على النادي الاهلي ده مصطلح غير موفق اطلاقا، يعني مع احترامي طبعا للكلمه اللي انت بتقولها، لكن الاهلي دايما كيان كبير، مستشفى الاصابات، موضوع اصابات وارد بتحصل في اي نادي مش في الاهلي بس. اتفضل. بالظبط يا امير. خليني اقول لك ان احمد فتحي كان اشتكى من بعض الاجهاد وادى مران النهارده في الجيم. عمرو السوليه يا امير، يعني انا هاخد من كلامك، هو واحد من اللعيبه الرجاله، يعني عمرو السوليه هو كان تحامل على نفسه في لقاء حرس الحدود، ويعني كان عمرو السوليه اشتكى من نزله برد لكن تحامل على نفسه، واحنا دايما عهدنا امير بلعيبه النادي الاهلي اللي بتقدر المسؤوليه. يعني عمرو السوليه تحامل على نفسه وكان واحد من اسباب فوز النادي الاهلي بمباراه حرس الحدود. كان اشتكى من نزله برد، ويعني نقدر نقول برضه غاب عن المران لنزله البرد، وان شاء الله هيتم اجراء فحص طبي لعمرو السوليه في الغد بمشيئه الله لتحديد مدى لحقه بمباراه الاسماعيلي ان شاء الله. لكن يعني نقدر نقول بنسبه كبيره ان شاء الله عمرو السوليه يكون موجود النهارده. امير رمضان صبحي احمد فتحي هيبقى موجود يا فاروق؟ احمد فتحي هيكون موجود باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل. رمضان صبحي يعني بيشتكى في بدايه المران من الام في العضله الخلفيه، فضل الجهاز الفني ودكتور خالد محمود ان هو يريح رمضان صبحي النهارده من المران، وهيتم ان شاء الله ايضا اجراء فحص طبي امير لرمضان صبحي لتحقيق لتحديد مدى لحاقه بالمباراه. النسب قد ايه يا فاروق؟ ايضا نعم يا امير، النسب بالنسبه لرمضان صبحي قد ايه ان هو يلحق المباراه؟ لا يعني تقدر تقول يا امير يعني 50-50، يعني ان شاء الله هي في اشاعه هتتعمل النهارده، وفي ان شاء الله هيتعمل فحص طبي غدا. على يعني اثر هذا الفحص هيتم تحديد مدى لحاقه بالمباراه بمشيئه الله. رامي ربيع كان اشتكى من اجهاد عام، ورامي ربيع احنا شفنا ما شاء الله واحد من اللعيبه اللي بتادي بجديه في الفتره الاخيره في النادي الاهلي، اشتكى من اجهاد عام، ايضا الجهاز الفني فضل ان هو يريح رامي ربيع، وباذن الله هيكون ان شاء الله متواجد ايضا رامي، هيتم اجراء فحص طبي، لكن بنسبه كبيره ان شاء الله امير هيكون موجود في اللقاء. ياسر ابراهيم عمليه اللي هي العضله الضمه، برنامج تاهيلي بيتم لياسر ابراهيم بعد شكوى من الام في العضله الضمه، في برنامج تاهيلي بيخوضه ياسر ابراهيم ان شاء الله، يعني ما بين جلسات علاج طبيعي وبعض التمرينات بيديها ياسر ابراهيم في الجيم، لكن يعني نقدر نقول بنسبه كبيره ان شاء الله برضه ياسر ابراهيم خلال الفتره القادمه هيكون موجود. المران شهد عوده صلاح محسن وحسام عاشور. صلاح محسن يعني كان حصل على اجازه واذن من الجهاز الفني لمده 48 ساعه، استأنف في المران مع اللعيبه بشكل مميز. حسام عاشور ايضا اللي كان بيعاني من نزله برد امير غاب على اثر هذه نزله البرد عن المباراه الاخيره للنادي الاهلي امام حرس الحدود، ايضا النهارده موجود. من الامور المهمه جدا امير انا عايز اقول لك في مران النادي الاهلي اللي انطلق النهارده تمام الساعه 11 صباحا، حاله التركيز اللي كويس. موجوده عند الجهاز الفني وعدم واللاعبين من عدم الانشغال بتعثر المنافسين، يعني دي جزئيه مهمه طبعا. نقطه مهمه جدا يا امير، انا يعني برضه انا حابب ان احنا نوضحها، الجهاز الفني اللعيبه كلها يعني تركيزهم تركيز اللعيبه منصب على مباريات النادي الاهلي فقط، انا صح. مطالب مني ان انا بفوز في كل لقاءاتي، بنظر لمبارياتي، تعثر المنافس او سقوط المنافسين امر مش بيشغل بال كتير من الجهاز الفني او اللاعبين، حاله من التركيز ومن الجديه عند لعيب النادي الاهلي. النهارده يا امير برضه المران عشان نكون موضحين اكتر، المران كان مغلق، فرض عليه المستر ريني فايلر نوع من انواع السريه، عقد جلسات مكثفه مع افراد الجهاز الفني لمتابعه فريق الاسماعيلي في المباريات الاخيره، هي واحده من اهم لقاءات النادي الاهلي في مهمه درع الدوري هذا الموسم، بحث الطرق الاداء للنادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره اللي بدات تحسن في الفتره الاخيره، مشاهده بعض المباريات الاخيره لنادي الاسماعيلي، حث اللاعبين ايضا على ضروره ان انا احافظ على نفس الاداء ونفس المستوى.
اجراء بعض بقى الجمل الامير مش هناخد فيها بصوره كبيره قوي. الجمل الفنيه ليه طبعا النادي الاهلي زي ما انت بتشوف الفتره الاخيره بيعاني من تكتلات دفاعيه في الخصوم امام النادي الاهلي. حاول مستر ريني فايلر والجهاز الفني ان هو يبقى في تنويع، نحاول ان انا استغل الكرات الثابته الكرات المتحركه لضرب التكتلات الدفاعيه. ودي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي بركز عليها الجهاز الفني للنادي الاهلي. زي ما قلت لك يا امير ان شاء الله الفريق في قمه التركيز، ان شاء الله تبقى مباراه مهمه. الفريق بمشيئه الله امير غدا هيقدم مرانه في تمام الساعه الثانيه ظهرا بعد عقب التمرين ان شاء الله. النادي الاهلي او الجهاز الفني هيعلن قائمه الفريق للمباراه. يتوجه الفريق عقب المران باذن الله الى الاسكندريه لمواجهه فريق نادي الاسماعيلي ان شاء الله. زي ما قلنا امير هي محطه من المحطات المهمه لفريق النادي الاهلي في مشوار درع الدوري هذا الموسم. انا معاك امير، لو في اي استفسار انا معاك. انا بشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي.